مناسبات أهل البيت عليهم السلام تمثل محطة روحية ثقافية مهمة للموالين في المهجر. ولاستثمار ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام، أقامت جمعية المصطفى الثقافية في مدينة شتوتغارت حفلا باللغة الألمانية للشباب لتعريفهم بالسيرة العطرة لصاحب الذكرى بحضور ومشاركة من العتبة العسكرية المقدسة. نشكر الله على أنه وفقنا أن نساهم في إقامة هذا البرنامج، فقد لاحظت أن الشباب طرحوا الكثير من الأسئلة مما يدل على وجود تعطش للمعرفة بالأمور الدينية، وكذلك الاهتمام من قبل الشباب كان واضحا، حيث أن بعض منهم أتى من مدن بعيدة مثل ميونخ وغيرها وأعربوا عن رغبتهم بإقامة مثل هذه البرامج باستمرار. دأبت الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة وعزمت على التواصل الفكري والثقافي مع الجالية الإسلامية المؤمنة في داخل العراق وفي خارجها، وهذه إحدى الزيارات إن شاء الله للمؤمنين في ألمانيا، وستتلوها إن شاء الله زيارات أخرى إلى بلدان أوروبية أخرى من أجل التواصل الفكري والثقافي مع المؤمنين والأحبة في كل بقاع العالم. تنوعت فقرات البرنامج من محاضرة دينية باللغتين الألمانية والعربية مع ترجمة مباشرة، وألقيت قصائد شعرية ومدائح، كما وكان هنالك وقت خاص لطرح الأسئلة من قبل الشباب حول مواضيع دينية مختلفة، إضافة إلى إقامة مسابقة ثقافية لتعميق المعرفة لدى الحضور الذين تشرفوا باستلام راية من الحرم العسكري المطهر تبرك بها جميع المشاركين في البرنامج. البرنامج أعجبني كثيرا، وما لفت انتباهي أن بعض الشباب من مدن أخرى قاموا بالمشاركة في إعداد البرنامج وجهزوا مسابقة دينية جميلة للشباب. علاوة على ذلك، هذه البرامج تساهم في المزيد من التقارب الاجتماعي بين المسلمين هنا، وأتمنى أن تقام مثل هذه البرامج باستمرار. بمناسبة ولادة سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام، تشرفنا اليوم بوصول راية الإمامين العسكريين عليهم السلام من العراق، وبصراحة استقبلناها بفرحة يعني دمعت إلها العيون. كان استقبال الجالية كلش تفاعلوا مع هذه الراية، بالرغم من إحنا شبابنا هنا كلهم يجيدون اللغة الألمانية، تفاعلوا مع هذا الرأي وما قاله سماحة الشيخ حول مدرسة أهل البيت وحول حياتهم سلام الله عليهم من خلال الترجمة، فكان لها أثر حقيقة سوف يبقى إلى مدة طويلة في نفوس كل أبناء الجالية العراقية. من جيل لآخر يستمر الولاء لآل البيت الأطهار، وهنا يجتمع الأبناء مع الآباء ليستنيروا بعلوم الإسلام ويتعلموا سيرة العترة النبوية الطاهرة. محمد الخفاجي، قناة كربلاء الفضائية، شتوتغارت.